اترك المذكرات، علمك هو الذي تراه في الظلام، هذا علمك، أو تدخل مع الحمام، هذا اترك، هذا مو علمك، فاحفظه، أهم من الأوراق هذا. تضيع الأوراق هذه وكذا، ما تبالي. طيب، فأغلق الأوراق، طبق الورقة. إيه. ندرس إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالصلاة. الصلاة لابد لها من شروط، فمن يذكر لي شروط الصلاة؟ متفقين أن تحفظ أخوانا، ما أصلح تنقله، ترفع أسبعك يا أخي. طيب، بسم الله. نعم، أوقف. شروط الصلاة ثمانية. شروط الصلاة ثمانية. تسعة. طيب، الإسلام والعقل. واحدة واحدة. نعم. الإسلام. الإسلام. فلو صلى الكافر، هل صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، لماذا يذكر العلماء رحمه الله تعالى في كل عبادة أنه لابد هناك شرط وهو الإسلام؟ لماذا يذكر الإسلام مع أننا ما نخاطب بالصلاة إلا المسلم؟ الكافر بماذا نخاطبه؟ بالشهادتين. لماذا يذكر العلماء في شروط الصلاة الإسلام، في شروط الوضوء الإسلام، في شروط الصيام الإسلام؟ ما الفائدة؟ لأنه أحد شرطي قبول العمل الإخلاص. لأنه قد يكون لديه شرك أكبر ويصلي فصلاته باطل، إذا لابد يبحث عن هذا، يحقق التوحيد وخاف من الشرك. طيب، إذا الشرط الأول الإسلام، أول ما يؤمر به الكافر الصلاة والصيام والحج بالشهادتين. ولهذا الآن يعني يشكل على بعض الناس الختام مثلا أو الحجاب، فماذا نصنع مع الكافر إذا قال مثلا ما يريد الحجاب، المرأة ما تريد الحجاب، والرجل يقول ما يريد الختام؟ نقول من خاطبك بالختام أصلا؟ أسلم، احنا نريد نخاطبك بالشهادتين فقط، فإذا أسلم شرح الله صدره للختان وكذا، مفهوم؟ طيب، أجلس، فتح الله عليك. هذا الشرط الأول الإسلام وضد الكفر. نعم، أوقف. العقل وضد العقل، ما حد يتكلم أخوان. العقل ضد إيش؟ الجنون. نعم. طيب، لو صلى المجنون صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، لو صلى السكران صلاته صحيحة أم باطلة؟ باطلة. طيب، ما هو مجنون؟ مجنون السكران؟ لا أحد يتكلم أخوان. هل السكران مجنون؟ لا، المجنون أحسن منه، لأن المجنون جن بغير اختياري، وهذا باختياري، إذن هذا أشد من المجنون. مفهوم؟ أجلس. قبل النية، خليك دقيقة. نعم يا أخي. نعم، التمييز. هل التمييز هو البلوغ؟ لا، التمييز تقدم 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 حتى لا أكلمك. هات الورقة، أعطيني ورقة. التمييز هو التفريق بين الأشياء، فإذا كان يفرق بين الأشياء فهذا مميز، يعني تقول له اجلس يجلس، تعال يأتي، هذا ماء وهذا نار. فهل تصح صلاة الصغير؟ السؤال لك، ما أحد يتكلم. نعم، هل تصح صلاة الصغير، الولد الصغير، هل تصح صلاته أم لا؟ نعم، دائما. نعم، حتى بين سنتين. لا. إذن إيش الفرق؟ إذا كان مميز فصلاته صحيحة، غير مميز فصلاته باطلة، وفي الغالب أن ابن 7 سنين مميز. مفهوم؟ أجلس. نعم، الشرط الرابع النية، هي أن يقول اللهم إني نويت أن أصلي في هذا اليوم
السبت الموافق 23 من شهر أغسطس مؤتمًا بالشيخ فلان ابن فلان وبجانب على اليمين فلان بجانب على اليسار فلان مصلياً صلاة المغرب 3 ركعات في الساعة 7:45 بتوقيت تركيا في الريحانية الواقعة في شرق تركيا يصح؟ ما يصح؟ النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة فلا يصح. ممكن هو يقول هذا الكلام يكون الإمام قد سجد، مفهوم؟ نعم، هذا لغو من الكلام، فتح الله عليك. إذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة. نعم، رفع الحدث. أي حدث؟ حدث أكبر وحدث أصغر. فلو صلوا عليه حدث أكبر جنابة صلاته باطلة، عليه حدث أصغر خروج ريح باطلة. إذا لابد من رفع الحدث. نسي وصلى بلا رفع حدث، كان عليه خرج منه ريح وصلى الآن معنا، فماذا يصنع؟ يعيد الصلاة. ناسي يعيد الصلاة. طيب الحمد لله، جزاك الله خير. نعم، لا أنت أخذتها أول. نعم يا أخي، انتبه انتبه انتبه. نعم، ستر العورة، إزالة النجاسة. عن ماذا يزيل النجاسة؟ يزيل النجاسة عن 3 أشياء: عن البدن والبقع المكان والثوب. فلو صلى وعلى ثوبه أو على بدنه أو في مكان نجس عالما بالنجاسة قادرا على إزالة هذه النجاسة فصلاته باطلة، مفهوم؟ إزالة النجاسة عن ماذا؟ عن البدن وعن الثوب وعن مكان المكان، فتح الله عليك. بعد هذا لا حول ولا قوة. والبقية يا إخواننا إحنا ما اتفقنا تحفظوا. نعم، استقبال القبلة لا إشكال. لا، يستقبل القبلة في الفريضة أو في النافلة؟ في الفريضة أو في النافلة، في الحضر أو في السفر؟ في الحضر والسفر، إلا أن النافلة في السفر يصح أن يصلي النافلة حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. إذا لابد من استقبال القبلة دائما، إلا النافلة في السفر يصح أن يصلي حيث توجهت به الدابة أو الراحلة أو القطار أو السيارة. فتح الله عليك. نعم، ماذا؟ دخول الوقت. فهل يصح أن يصلي قبل الوقت أو يؤخر الصلاة إلى ما بعد الوقت؟ لا، إذا لابد أن يصلي الصلاة في وقتها، إلا إذا كان له عذر أو لديه دليل في التقديم أو التأخير، مفهوم؟ فتح الله عليك. إخواننا لا أحد يتكلم، اللي يبغى يتكلم يأتي مكانه هنا وأنا أجلس. نعم، طيب من يا نعم يا أخي. ستر العورة. ستر العورة، وأحسن من هذا أن تقول أخذ الزينة في الصلاة. ماذا؟ أخذ الزينة، لأنه يشكل على بعض الناس، يعني بعض المسائل يظن نحن نتكلم عن الحجاب أو كذا أو النظر إلى الأجنبية، نحن نتكلم عن صحة الصلاة، مفهوم؟ طيب إذا لابد من أخذ الزينة في الصلاة. العورات أو أخذ الزينة في الصلاة له أقسام 3: عورة مغلظة وعورة مخففة وعورة متوسطة. كم؟ 3. العورات في الصلاة 3: مغلظة، مخفف، متوسطة. العورة المغلظة عورة المرأة الحرة البالغة، تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الأجانب أي غير المحارم تغطي حتى الوجه. هذا ما يتعلق بصحة الصلاة، احنا نتكلم عن الحجاب، مفهوم؟ عورة من؟ المرأة الحرة البالغة. المرأة خرج بهذا الرجل، الحرة خرج بهذا الأم المملوكة، البالغ خرج بهذا الصغيرة، تغطي كل البدن إلا وجهها، وعند الأجانب تغطي حتى الوجه. هذا في الصلاة، أما في الحجاب عند أمر آخر. الثاني عورة مخففة، عورة مخففة، الذكر ابن 7 سنين إلى 10 سنين،
يستر الفرجين، ما عدا المغلظة والمخففة عورة متوسطة، يستر من السرة إلى الركبة مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة. تعيد علي هذه الأقسام الثلاثة. عورة مغلظة، عورة المرأة الحرة البالغة تستر جميع البدن إلا وجهها، وعند الجانب تغطي حتى الوجه. عورة مخففة للصبي من السابعة إلى العاشرة يستر الفرجين. خلاص. وعورة متوسطة لمن عدا المغلظة والمخففة، يستر من السرة للركب مع استحباب ستر العاتقين وأخذ كامل الزينة في الصلاة. مفهوم؟ طيب، بعد هذا من شروط الصلاة، سبحان الله، من يقول انتهت؟ اصبر اصبر، اوقف، يلا عد. الإسلام والعقل والتمييز والنية، استقبال القبلة، ما مشكلة، عيد. الإسلام عقد تمييز، ستر العورة، رفع النجاسة، رفع الحدث وإزالة النجاسة، واستقبال القبلة، النية، و رفع الحدث، إزالة النجاسة، استقبال دخول الوقت، أجلس، فتح الله عليك.